عسلامة، أنا بشي برباشي. عسلامة، أنا يقين عجيلي. المشروع هذا معناتها يهدف إنه الصغيرات معناتها ذوي الاحتياجات الخصوصية نحبوا معناتها نوصلوا لهم صوتهم. في بداية النشاط عملنا تحية العلم بلغة الصغيرات هذوما ذوي الاحتياجات الخاصة بالحركات نتاعهم، ولبسناهم لبسة تقليدية وعملنا دورة بالمجورات على المدينة. واحنا نعملوا في الدورة على المدينة صار تنشيط ورقص. بعد وليت معناتها فما عنا أنشطة ثقافية سواء في الأغناء سواء في الدونس سواء في الرسم في الكتابة، معناتها ورشات عملناهم معاهم. هذا الكل معناتها تطلب برشا معناتها خدمة بدأت معناتها من تقسيم المجموعات معناتها مع أصحابي في الديفورماسيون في كيفية كتابة مشاريع. الفكرة جات معناتها بعد مشاورات طويلة معناتها وبرشا ديرينيو عملناها مع بعضنا. قينا معناتها إنه السيب هذا معناتها صعيب، هما كي تراهم معناتها يبتسموا ويضحكوا فرحانين وعاملين جو تنسى التعب بتاع مشروع معناتها كيف اللي هو دام على مدة شهرين ونص. معناتها حاجة على الاخر انها تفرحني معناتها وتفرح الجروب اللي يخدموا معايا.